كبيره طبعا. واكيد هنروح بقى للكابتن بيسا رئيس الجهاز والمدير الفني. مبروك يا كابتن بيسا، مباراه صعبه يعني حاجه صعبه جدا، لكن كنا عندنا ثقه كبيره في كابتن بيسا، كابتن ياسر، في كل البنات. والله يا بص، هو كان الكاس بالذات بلوش مستوى. انا بقول ان الكاس من اخطر البطولات الرياضيه. ليه؟ لان انت ما تقدرش تعوض فيه. النهارده فرقتك ما هياش في يومها، خلاص انت كده خسرت بطوله مش خسرت ماتش. بس هو كان ماراثون يليق بكره اليد في مصر. يعني انتوا طبعا اتفرجتوا اربع اشواط، الكوره ماشيه جون بجون، الحمد لله. يعني الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر باخر جون. لكن طبعا ده انا بقول ان ده مش مستوى النادي الاهلي. النهارده حاله عارضه، النهارده كان في شد جامد جدا على اللعيبه، وضغط جامد جدا. طبعا انت شايف الصاله عامله ازاي، فهي فرصه برضو ان هم يتعودوا على ماتشات افريقيا. واحنا بصراحه محملين عليهم جامد عشان الاعداد بتاع بطوله افريقيا الشهر الجاي. فكل يعني احنا بنعتبر الماتشات دي ماتشات تجريبيه. الحمد لله، الف مبروك للاهلي، الف مبروك لينا كلنا، وان شاء الله كل يوم بطوله يا اهلي يا اسطوره. استمرينا.